هذه المرة مع المبادرات التي ما زالت تصاحب فيروس كورونا وانتشاره جمعية العلماء المسلمين، هي الأخرى دائما كما جرت العادة تبادر إلى الكثير من المبادرات التي تخدم خاصة الوضع الصحي الذي أصبح يتأزم. جمعية العلماء المسلمين تستقبل حوالي 2000 جهاز CPAP وهو المخصص لمن يصابون بضيق في التنفس، وهي كانت بالتنسيق مع حملة جزائريون متضامنون وهم جزائريون بالخارج أكفوا على هذه المبادرة. للحديث أكثر حول هذه المبادرة وتفاصيل أكثر وسعد برط الاتصال مباشرة مع الأستاذ قدور قرناش وهو عضو بالمكتب الوطني لجمعية العلماء الجزائريين المسلمين. أستاذ قدور قرناش أهلا بك معنا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا. إذن هي مبادرة أعتقد أنها جت في وقتها، لأنه خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات هو التقارير الإعلامية تقول 2000 جهاز تنفس. نعم أخي الكريم، استشعارا من أبناء جاليتنا في الخارج ومن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للوضع السائد جراء انتشار رهيب لفيروس كورونا، هناك مبادرة تضامنية عدة من عدة جمعيات ومن عدة جهات، وهذه المرة الحملة الثانية التي تقوم بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالتنسيق مع جمعية جزائريون متضامنون. هذه الجمعية التي يرأسها الفاضل الدكتور جمال الدين ذكري، والعملية هذه المرة هي شحنة ثانية من الأجهزة المساعدة على التنفس، حيث كانت الشحنة الأولى قد استقبلتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ضمن اللجنة الوطنية للإغاثة، وتم توزيعها بالتنسيق مع شعب جمعية العلماء على مستوى القطر الجزائري، والحمد لله قد أظهرت نتائج طيبة هذه الأجهزة المساعدة على التنفس بشهادة المختصين من أرسائنا الذين هم في مقدمة الصفوف لمواجهة هذا الفيروس. شحنة هذه الثانية تتكون من 2000 جهاز، 2000 جهاز ستصل بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة، وستكون العملية مشابهة التي كانت في الأولى، يعني مع الشحنة الأولى، والتنسيق مع شعب جمعية العلماء لتوزيعها على المستشفيات من أجل مواجهة هذا الفيروس الذي صار يشتهر يعني انتشار رهيبا في الأيام الأخيرة. طيب أستاذ، تكلفة الجهاز يعني لو عندك معلومة حول الأمر. يعني التكلفة في هذه الحالات لا تستطيع أن تبقى ثابتة، لأن أنت تعرف يا أخي الكريم أن في هناك تجار الأزمات إن صح التعبير، يعني كذا ونحن نشاهد في السوق كذا من جهاز ومن وسيلة يكون سعرها بكذا، وعندما تشتد الأزمات هناك من الذين يستغلون الفرص، هدانا الله وإياهم، لمضاعفة الثمن. لذلك الجمعية هي التي تملك، جمعية المتضامنون تملك السعر مع مراعاة الفوارق التي تصنعها مثل هذه الأزمات. يعني أن ثمن الأجهزة هي من حر مالكم أنتم و الإخوان الجزائريين في الخارج يعني؟ لا، هي حقيقة هذه الحملة سواء الشحنة الأولى أو الشحنة الثانية التي تستقبلها اللجنة الوطنية للإغاثة لجمعية العلماء في الجزائريين بعد أيام، يعني سواء الشحنة الأولى أو الثانية كما قلت هي من تبرعات أثناء جاليتنا في الخارج، يعني هي من أموال الجزائريين الذين استشعروا الخطر الذي يهدد وطنهم وأبناء وطنهم، فتضامنوا واتحدوا ووجدوا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كإطار آمن ونظيف للمساعدة في إيصال هذه الأجهزة. الجمعية أيضا تساهم في هذه الحملة بما يعني يوصل هذه الأجهزة إلى المستشفيات كاملة غير منقوصة. فعلا هي تحية إكبار وإجلال إلى كل إخواننا المغتربين في الخارج الذين يثبتون مرة تلو الأخرى بأنهم جزائريون إلى حد النخاع، رغم أنهم مغتربون، رغم أنهم ربما يعيشون منذ سنوات طويلة في الخارج،
منتشرين في كل أصقاع العالم، أوروبا، أمريكا، آسيا، إلى أنهم دائما يثبتون أنهم جزائريون. أكيد أخي الكريم، ولنا المثل الأعلى فيما كان في ثورتنا المجيدة ومظاهرة 17 أكتوبر في فرنسا دليل على ذلك، حيث أنه رغم وجود أبناء الجزائر هناك في أرض الجزائر في دولة الاحتلال، إلا أنهم خاطروا بأنفسهم في المظاهرات الشهيرة ورموا في نهر السين، ذلك تعبيرا منهم على تعلقهم بوطنهم وحبهم لوطنهم، والخلف على عهد السلف في التعبير بمثل هذه المبادرات على حب الوطن. فعلا أمر جميل جدا أن تكون مثل هكذا مبادرة. طيب أستاذ قرناش، الأجهزة هل تم استلامها أم مازال؟ وإذا كان مازال هل في أجال محددة؟ يعني احنا في حدود الايام القادمه اقل من اسبوعين باذن الله ستكون الاجهزه بين يدي اللجنه الوطنيه للاغاثه لجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، وجمعيه العلماء ستشهد الشعب الجزائري كما اشهدته في المره الاولى على ايصال هذه الامانه الى المستشفيات لمساعده الاطقم الطبيه ومساعده المرضى في هذا الفيروس الذي كما ذكرت صار يشهد انتشارا رهيبا في الأيام الأخيرة. طيب ومبدئيا هل فيه مخطط معين لتوزيع الأجهزة أم مازال يعني هل فيه ولايات يعني؟ المخطط وضع في الشحنة الأولى، وهو أن الجمعية لما استقبلت هذه الأجهزة بالتنسيق مع جمعية الجزائريون المتضامنون جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم، قامت اللجنة الوطنية للإغاثة بدراسة يعني انتشار الفيروس في كل ولاية، فكان التوزيع في المرحلة الأولى الشحنة الأولى وفق عدد الإصابات في كل ولاية، ومثلت العملية كل القطر الجزائري، وهو نفس الأسلوب الذي تعتمده جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مع الشحنة الثانية التي كما ذكرت تعداد أجهزتها 2000 جهاز. وهل ستكون فيه مبادرات أخرى أم على حسب الظروف؟ المبادرات مستمرة أخي الكريم، وعلى ذكر المبادرات ستنطلق يوم غد بإذن الله قافلة تسيرها شعب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للشرق الجزائري تنطلق نحو ولاية جيجل، حيث أن هذه الولاية في هذه الأيام حالها حال ولاية الفية، فلانتشار الفيروس بكثرة في ولاية جيجل تتوجه قافلة تحمل أيضا ومعدات طبية نحو ولاية جيجل، ويرافقها فريق طبي لأجل لمواجهة هذا الفيروس الذي ينخر المجتمع الجزائري بهذا الانتشار الرهيب، حيث فقدت الإصابات في أول مرة منذ أن حل هذا الوباء ببلدنا إلى ما يزيد عن 1000 حالة. فعلا أستاذ قرناش جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله لكم في جهودكم، إن شاء الله في ميزان الحسنات. أستاذ قرناش كنت معنا، شكرا لك. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا، وتحية مجددة لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا، تحية متبادلة. إذن مشاهدينا الأفاضل، نيوز ديلي مستمرة معكم لكن بعد الفاصل.